المركز الآن في مدينة الحارة 6/6/2013 أحد القذائف التي استهدفت المدرسة التي فحص فيها طلاب البكالوريا في مدينة إنخل. إنخل إنخل فاضية، مين تيجي يصير عقب ولا استاذ هجر عقب؟ طلع يا زلمة من طب أحد القذائف أني خوان التغطية فل السنتين خوان أعطيني إلى بلا دقيقة خوان خمس سنين مع سنتين ما يبقى.